أنا أجد الحل الوحيد بإنقاذ العراق أنه يكونون حكومة أغلبية وطنية وأنا أكون معارضة، أو أنا أكون حكومة أغلبية وطنية وهم يكونون معارضة. أما أن أشترك بخلطة عطار ما أشترك، كافي لحد الآن كافي. جربنا مرة مرتين خمسة كافي، يعني ما نجحنا ما صارت نتيجة. ليش نتعالى على يعني على شعبنا، وشعبنا إرادته هو شيء واحد، وهنا حكومة أبوية ذات أغلبية وطنية تحكمها وتخدمها. نظل بعدين هم هذا تعال اعطيني وزير وتعال اعطيني ما ادري كذا وقسمة كعكة، ما حلوة، فشلة اصلا صارت معنا، حتى تفشلنا قدام العالم فضلا عن شعبنا. انا هذا رأيي، ما ادري هسه عندكم رأي اخر انا احترمه، بس مال اشترك بحكومة ائتلاف وطني او شو يسموها ما ادري تآلف كذا، انا ما اشترك. توافقية سمع. توافقية ما ادري، اصير معارضة احسن وأبني الوطن بخارج الكواليس، إنجاز التعبير مو داخل الحكومة، ما عندي مانع أبني الوطن بطريقتي الخاصة. طبعا ما أنا أدري إذا أنا بالحكومة خافون بالتيار بالحكومة لأنه راح كذا وكذا يفعل ويعمل، إذا بالمعارضة هم يخافون منه، مثل أبو المثل يقول مثل بلاع الموس، تبلع تنجرح طلع تنجرح. بس هذا بعد هذا التيار وهذا وضعه من العراق وإلى العراق.